التشجيع، إيجاد الدافعية للأبناء ولنا بالقراءة تكون عادة كعادة الأكل والشرب والسهر والتصفح للإنترنت، واجعلوا جوائز قيمة في هذا المسجد المبارك للأبناء القارئين، وحفزوهم واجعلوا صورهم تنشر، هؤلاء هم القارئون هذا الشهر. مثل ما واحد يفوز، يعني مرة ابنة الدكتور الشيخ محمد بن سعيد المعمري ما شاء الله عليها جابت في ألمانيا في أحد المحافظات الأول على اللغة الألمان، على لغتهم أول عليهم هم الألمان، جابت الأول والله، وما حد سوى معها لا لقاء ولا صحافة ولا إعلام ولا شيء. وجاي واحد فائز في شيء معين تافه، أتلقى الكل يتسابق معه. فهذا أيضا حقيقة ينبغي أن نضع الإعلام في موضعه، وكما نشجع الآخرين نشجع التوافه، نشجع أيضا الناس المميزين.